للتبادل العلمي والمعرفي بين الثقافات دور في النمو الحضاري. والجامعات باعتبارها منارات لحضارة الشعوب أولت جامعة الأمير سلطان الجامعة الأهلية الأولى في المملكة العربية السعودية منذ افتتاحها على يد المغفور له بإذن الله الأمير سلطان بن عبد العزيز الاهتمام الكبير بهذا الجانب، فأنشأت مكتب العلاقات الدولية وهو واجهة الجامعة لدى المنظمات التعليمية والجامعات والمؤسسات الشريكة الأخرى حول العالم. ويقيم هذا المكتب عددا من البرامج والأنشطة والفعاليات، منها برنامج الرحلات الدولية السنوية، حيث أقام البرنامج 10 رحلات دولية للطلاب والطالبات. تنظم جامعة الأمير سلطان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ومكتب العلاقات الدولية بالجامعة برنامج الرحلات الدولية الصيفية، الذي تمكن الجامعة من خلاله طلاب المرحلة الجامعية في الجامعة بكلياتها وأقسامها المختلفة وفي الجانبين من زيارة جامعات عالمية مرموقة في دول صديقة لتمكين الطلاب من الانفتاح على الثقافات العالمية والشعوب الأخرى والاحتكاك بنظرائهم في هذه الدول وتلك الجامعات واكتساب الخبرات ونقل المعرفة وتبادل المعارف، وكذلك التعرف على تجارب عالمية مميزة في التعليم العالي لتمكين الجامعة من خلق شراكات وبرامج تعاون وتبادل معرفي بين الجامعة والجامعات المستضيفة. ففي عام 2006 بدأ برنامج الرحلات الدولية رحلاته بزيارة إلى جامعة هامبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية. في عام 2007 كانت الرحلة إلى جامعة كنساس الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يغفل البرنامج التطور العلمي في الشرق، فبداية في عام 2008 تم زيارة جامعة فودان في جمهورية الصين الشعبية، ثم أتبعت بعدها بزيارة جامعة ناغويا للتجارة والأعمال في اليابان عام 2009. كان لماليزيا نصيبا من البرنامج، فتمت زيارة جامعة مالايا عام 2010.
ولتفوق جامعات كندا العلمي، تم تخصيص زيارة لجامعة كوينز عام 2011، وفي عام 2012 زيارة جامعة سيول الوطنية في جمهورية كوريا. Okay, I'm going to talk a little bit about the PSU summer trips. They are one of the most popular features here at the university. Their design is take 12 PSU students and two or three faculty administrative staff to one of another country, stay on a campus for a week or so, and then travel around in the country and get a sense of the people, the culture, and whatnot. And they began in 2006. Starting with Germany, and they have continued on through this year, where we're going to have two trips, including the first trip that the women's campus is going to do. They're going to Japan, and this summer we're taking a group of students to Korea. The purpose of this is actually get to reward some of the students who have done well and give them some sense of exposure to life in another country, living on campus, meeting with students and their peers. And another benefit of it is it actually helps people in that country get a sense of what students are here from the kingdom, from the Middle East, and how gracious and courteous they are. And they make actually our group become a very nice group of cultural ambassadors. And it's been successful. I'm glad it's continuing, and I'm looking forward to the upcoming trip this summer.